وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت ما بتدعيش ليه؟ وبترفعش ايدك لربنا سبحانه وتعالى ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ادعيني، ربنا سبحانه وتعالى في وسط ايات الصيام قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ادعي، ربنا اللي بيطلب منك إن أنت تدعي، ربنا عايزك تدعي. دعيت مرة وما استجبش الدعاء، دعيت 10 والدعاء ما استجبش، دعيت كم مرة؟ ما تخافش، دعائك مش هيروح على الفاضي، والله أقسم بالله دعائك ما هيروح. عارف انت الانسان اللي بيحط فلوسه في البنك، بس فلوس البنك ده حرام، لكن انت بتحط مع ربنا سبحانه وتعالى الدعاء بتاعك ده، تعرف هتيجي يوم القيامة تتمنى ان انت كنت تدعي ليل ونهار. عارف انت لما انسان يبقى راكب عربية كده، ربنا يبعد عنك يا رب، والعربية دي تتقلب تطلع انت منها سليم، عارف طلعت سليم ليه؟ بسبب دعائك. الدعاء بيشيل البلاء. الدعاء بتاعك لو انت دعيت في يوم من الايام والدعاء ما استجبش زي ما انت كنت عايزه، يبقى هيشيل عنك بلاء. الدعاء والبلاء هما الاتنين كده بيحاربوا بعض، الدعاء والقدر، الدعاء والقدر بيحاربوا بعض. مستحيل الدعاء يخلي القدر يعمل فيك حاجة وحشة، طول ما انت بتدعي ربنا هتلاقي دايما البلاء بعيد عنك، تلاقي دايما من البلاء بيتشال عنك، تلاقي ان انت في وسط البلاء تطلع منه سبحان الله، متعرفش ازاي، بسبب دعائك. دعيت ربنا في وقت الدعاء ما استجابش، ما تخافش، والله العظيم دعائك مش هيروح على الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لله سبحانه وتعالى في رمضان: لله كل يوم وليلة عتقاء من النار ولكل عبد منهم دعوة مستجابة. ربنا سبحانه وتعالى بيعتق ناس من النار، ناس كان اسمها في النار، ناس كانت خلاص دخل النار بجد، ربنا سبحانه وتعالى بيشيل اسمها من النار ويحط اسمها في الجنة مع الناس اللي داخلين الجنة. عارف بسبب ايه؟ بسبب ان هم دعوا ربنا سبحانه وتعالى، بسبب ان ربنا سبحانه وتعالى نظر اليهم فلقاهم بيدعوه ورافعين ايديهم ليه، لقاهم صايمين بالنهار وبيدعوه بالليل، لقوهم بيقفوا بين ايديه وبيدعو، فأعتق رقبتهم من النار. انت ليه ما بتدعيش ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا عايزك تدعيه. ربنا سبحانه وتعالى يعني ألف آياته: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربنا قريب، ربنا قريب منك جدا،
جدا والله العظيم، فوق ما تتخيل. تعرف ربنا قال كده ليه للرسول عليه الصلاة والسلام؟ في ناس راحت سألت الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا له يا رسول الله إذا دعينا الله، لو عايزين نطلب من ربنا حاجة، نعلي صوتنا عشان هو يسمع، ولا نوطي صوتنا، ولا نقول بصوت واطي، ولا نتكلم من غير صوت خالص؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى نزل في آياته: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب، ادعي في أي مكان وادعي في أي وقت، الدعاء هيستجاب والله، ولو ما استجابش هيشيل عنك بلاء. ما تخافش وادعي، وادعي في كل وقت، والله العظيم هيجي اليوم اللي هتتمنى ان انت كنت تدعي كل دقيقة وكل لحظة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد لهم دعاء. ثلاث أشخاص الدعاء بتاعهم هيتقبل، وربنا سبحانه وتعالى هيستجيب الدعاء بتاعهم: إمام عادل، إنسان بيعدل ما بين الناس، إنسان لو الناس حكمته ما بينهم بيحكم بالعدل، والتاني الصائم حتى يفطر. شوف، طول ما انت صايم تدعي ربنا سبحانه وتعالى هو بيستجيب الدعاء، هو بيتقبل منك الدعاء بتاعك. لو ما استجابش ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي هيستجيب لك قدام شوية، متستعجلش، مفيش حاجة في يوم وليلة بتحصل. ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش الدعاء بتاعك، ربنا شايله لك والله، يا يتقبل منك الدعاء يا يشيل عنك بلاء بسبب الدعاء بتاعك. الشخص الثالث المظلوم. المظلوم إذا دعا على الظالم تقبل الدعاء، ربنا سبحانه وتعالى يرفع دعاء المظلوم إليه في السماء، إلى سابع سماء، ويقول للدعاء: والله لأنصرنك ولو بعد حين. يقسم الله عز وجل لدعوة المظلوم ويقول لها: والله لأنصرنك ولو بعد حين. هينصر دعوة المظلوم. لو انت مظلوم النهاردة ما تخافش، ربنا أقسم إن هو هيخليك تاخد حقك ولو بعد حين. بالراحة، اصبر، الدعاء بيحب الصبر، وإن الله يحب الصابرين. اصبر، مش في يوم وليلة، الدنيا ما تبنتش في يوم وليلة. ما تدعيش دلوقتي وتقول أنا عايز الدعوة تستجاب كمان شوية، فيش حاجة كده في الدنيا. والله العظيم من أفضل العبادات هي الدعاء. ادعي، إن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة مقبول دعائهم، والصائم حتى يفطر. طول ما انت صايم ادعي. ربنا سبحانه وتعالى ما عملكش مكان واحد بس أو وقت واحد بس للدعاء، أوقات كتير أوي للدعاء مستجابة. كل يوم جمعة فيه ساعة إجابة،
كل يوم جمعة في ساعة في يوم الجمعة ده مستجابة، إذا دعا الإنسان فيها استجاب الله للدعاء، للصائم حتى يفطر دعوة مستجابة، عند بين الصلاة بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة، في السهر دعوة مستجابة، ينزل الله عز وجل إلى السماء الأولى كل يوم ويقول: هل من مستغفر أغفر له؟ هل من داعي أستجيب له؟ انتوا فين؟ ربنا والله العظيم بيناديكوا كل يوم وعايز يغفر لكم، والله العظيم ربنا بيدور على أي شيء يقدمه للإنسان عشان يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. انت في شهر رمضان، انت في بحر، في بحر حرام، لما تبقى في وسط البحر وتخرج منه ولسه عليك ذنوب، انت في سوق، السوق فيه ارخص، واقسم بالله العظيم بجد انت في سوق والسلع ماليه السوق ومفيش ارخص من كده. الايه في كتاب الحرف الواحد في كتاب الله عز وجل ب700 حسنه في الايام العاديه ب10. اللي انت بتعمله في رمضان ده افضل من الايام اللي انت بتعملها طوال السنه. الحسنه ب700 ضعف في شهر رمضان. ما تضيعش شهر رمضان، ما تضيعش الدعاء، ادعي ادعي على قد ما تقدر ليل ونهار، ادعي والله دعائك مش هيروح، وربنا ان شاء الله هيستجيب الدعاء. اللهم استجيب الدعاء يا رب العالمين، اللهم تقبل منا رمضان وتقبل منا القيام يا ارحم الراحمين، اللهم امين يا رب العالمين.